you do, the things you do. It's not too late, we still got time. I'm all alone. مرحبا بكم في الجورنية هذه. والله فرصة باهية برشا. نشكر المندوبية، نشكر مدام هيديا الشريتي اللي اتاحتنا الفرصة باش نشاركوا. كما نعرفوا اليوم هو يوم عيد المرأة، عيد الأم. دونك بالمناسبة هذه نقول لهم كل عام وانت حية بخير، ربي يخليك ليا ويخليك لينا الكل. نحب نقول أول حاجة، ثاني حاجة اللي هي فرصة باهية للصغار باش يدخلوا في الاجواء هذيا، باش تقعد لهم دي سوفينير نهار اخر اللي عشناه احنا. دونك قبل ماذا بيا يعيشوا هما ويمشيوا على الساق نتاعنا معاهم حتى خير. هذا يوم مفتوح، عملناه يوم مفتوح للرياضه النسائيه، تابع سويت للملتقى الوطني اللي عملناه في 29-30 مارس. حبينا نعملوا يوم معناتها للرياضه سور تيران، للنساء الكل، الشرائح الكل تمسها، المراه العامله، الموظفه اللي في الاحياء الشعبيه. وتعطينا نهار باهي، عملنا فيه كل شيء، ايروبيك، كرة سلة. توا عندنا مقابلة في ما بين قدماء المنتخب الوطني اللي شرفوني اليوم. نشكرهم ياسر، نشكر كوثر، ونشكر عايدة، ونشكر اللي عاونوني كلهم. وإن شاء الله كل عام والأمهات حيين بخير، وإن شاء الله نعملوا ديما الأيامات هذم المفتوحة.